بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أشرح الآن طريقة تحميل ثم تثبيت واستخدام برنامج التواصل الاجتماعي المجاني سكايب. أولا نقوم بفتح المتصفح ومن ثم كتابة العنوان www.sky.com ثم اختيار تنزيلات فكما نرى فهو متوافق مع الكمبيوتر والهاتف المحمول والجهاز اللوحي والهواتف المنزلية والتلفاز. نختار كمبيوتر ثم نختار نظام التشغيل Windows أو Mac ثم نضغط على الحصول على سكاي الجهاز سطح المكتب ثم سوف يتم تحميله كما هو موضح. بعد الانتهاء من تحميله نضغط على سكاي سيت اب. نعم، ثم نختار اللغة وهنا يطرح البرنامج اقتراح باستخدام محرك البحث BING كمحرك بحث خاص او موقع مسن كصفحة رئيسية ثم نضغط متابعة. بعد تثبيت البرنامج نقوم بتسجيل الدخول وهنا تظهر الشاشة الرئيسية للبرنامج. نذهب إلى قائمة سكايب حالة الاتصال لتغيير حالات الاتصال، ملف التعريف لتغيير البيانات الشخصية سواء الصورة أو اليوزر نيم، الخصوصية للسماح لأي شخص بالاتصال بي أو الأشخاص المضافين فقط. ومن قائمة جهات الاتصال نستطيع إضافة جهة اتصال إما عن طريق اليوزر نيم أو عن طريق شحن سكاب ببطاقات الشحن والاتصال بأرقام الهاتف. ونستطيع تغيير اللغة عن طريق الأدوات تغيير اللغة. ونستطيع أيضا إضافة جهة اتصال عن طريق الضغط على هذه الأيقونة ومن ثم كتابة اليوزر نيم. ومن ثم الضغط على اليوزر نيم ثم إضافة إلى جهات الاتصال فسيتم إرسال طلب إلى جهة الاتصال فنستطيع إجراء المكالمات الصوتية من هنا ومكالمات الفيديو والرسائل الفورية كما يتيح البرنامج خاصية المكالمة الجماعية بالضغط على هذا الزر وإضافة أكثر من شخص.